نذكر قبل قليل بالمجزرة التي أسقطت حتى الآن 500 بين شهيد وجريح. طبعا هذه الحصيلة، ما زلنا نتحدث حصيلة أولية، تبعنا مع مراسلنا سيارات الإسعاف تتوافد على المستشفى. أيضا في الضفة الغربية، بدأت التحركات المنددة فور حصول هذه المجزرة. هبة شعبية بدأت تشهدها بقية المدن الفلسطينية. إذا نتابع هذه الصور مباشرة من رام الله، الفلسطينيون يحتشدون استنكارا لمجزرة مستشفى المعمداني التي قامت بها إسرائيل اليوم من في أحد أكثر الأيام عنفا ضد الفلسطينيين وسكان القطاع. نتابع هذه الصور مباشرة من رام الله. مشاهدينا نتابع هذه الصور التي تأتينا مباشرة من رام الله، حيث خرج آلاف الفلسطينيين في مسيرات تنديدا بالمجزرة التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في وسط قطاع غزة، والتي أوقعت حتى الآن 500 شهيد بحسب المصادر الفلسطينية، والعدد أولي ومرشح ربما للزيادة أو للارتفاع نتيجة هذا القصف الوحشي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة. يذكر بأن هذه المسيرات انطلقت في الضفة الغربية عقب وقوع هذه المجزرة تنديدا بما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي.